لعبة Apex Legends عم تكبر يوم بعد يوم، والناس عم بيقولوا انه مسألة وقت على بين ما تاخذ لقب اكبر لعبة باتل رويال من فورتنايت من ناحية عدد اللاعبين. فبهالفيديو رح نتكلم عن اشياء خرافية قادمة للعبة Apex Legends بهالشهر، مثل السيزون الاول اللي رح يجي معاه الباتل باس نفس فورتنايت، اسلحة جديدة، لوت جديد، وشخصية جديدة تسربت كل تفاصيلها. وراح نتكلم عن اشياء جاية لقدام تأكدت من الاستوديو نفسه، مثل كروس بلاتفورم وماب جديد قادم. فتابع الفيديو لتعرف كل التفاصيل. قبل ابدا الفيديو بس حاب اذكر انه في giveaway شهري على القناة على سماعة استرو A40. السحب رح يكون بنهاية الشهر ان شاء الله على سماعة استرو A40 مقدمة من محلات جي كي جيمز. كل عليك تسوي لها تشترك، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناة واترك اي تعليق في حسابك على الانستغرام او تويتر عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. فيلا خلينا نبدأ بالفيديو. طيب شباب، قبل نتكلم على الاشياء القادمه خلينا نتكلم على الاشياء اللي صارت من يومين. صار تحديث، وهالتحديث ما فيه اي شيء جديد، كان تحديث للبالانس انه ضعفوا بعض الاسلحه وقووا بعض الاسلحه. اول شيء الاسلحه التعبانه نفس البي 20 والموزمبيق ما قووهم، وكتبوا بالباتش نوتس الشركه ان نحن نبي اسلحه تكون موجوده دائما وتكون ضعيفه، ومن هالاسلحه البي 20 والموزمبيق. فاي شركه نفسهم اعترفوا انه هالاسلحه تعبانه وما راح يقووهم. ومن ناحيه ثانيه ضعفوا سلاحين، ضعفوا البيس كيبر وضعفوا الوينجز مان، ما ضعفوهم بشكل جدا كبير بس قالوا بالباتش نوت، اللي بالباتش نوت كامل موجود بالوصف تحت على موقع ردت من الشركة نفسهم. فالمهم قالوا انه ضعفوا السلاحين، اللي رحت لعبت فيهم ما حسيت صراحة انه ضعفوا، بس قالوا انه نوعا ما عدلوا فيهم لانه الناس قاعدين يشتكوا انه هالاسلحة قوية زيادة عن اللزوم. فايه هذول اهم شيء صاروا بالتحديث، لو بدكم تفاصيل اكثر شيكوا الرابط الموجود بالوصف. وحاليا خلينا نتكلم على الاشياء اللي جاي على لعبه Apex Legends، اشياء جدا جدا رهيبه. اول شيء الرود ماب، الرود ماب طلع من الشركه بشكل رسمي يلي هو يحكي لنا الاشياء يلي قادمه على اللعبه. انتم شايفينه قدامكم، هذا هو الرود ماب، يشرح لنا الاشياء اللي جاي باول سنه للعبه. فانتم شايفين اول شيء في سيزون 1 سيزون 2 سيزون 3 وسيزون 4، في اربع مواسم. اول موسم بشهر 3 الشهر اللي احنا فيه حاليا، والى الان ما شفنا شيء، فممكن اي يوم، ممكن بكره ينزل السيزون، يمكن بعد اسبوع اسبوعين، بس اظن الاسبوع الجاي ماكسيموم، ما راح يكون بعد الاسبوع الجاي لانه يعني كتبوا بشهر 3، ما راح يحطوه باخر اسبوع من شهر 3. في الاسبوع الجاي 5-6 ايام راح تلاقوا السيزون الاول بدا، والسيزون الثاني بشهر 6، اللي بعده بشهر 9، واللي بعده بشهر 12، فكل سيزون راح يستمر لثلاث اشهر. طيب مع كل سيزن راح نشوف فيه باتل باس، فراح يكون عندنا نفس الباتل باس اللي فورتنايت او اللي بكول اوف ديوتي او ببجي. الباتل باس اللي هو انك توصل تير 100 تيرات، ومع كل تير يعطوك اسلحه جديده وشخصيات جديده وشي من الكلام. وكاتبين كمان انه مع كل سيزن راح يكون في شخصيات جديده واسلحه جديده ولوت جديد. فاظن الباتل باس ما راح يكون ضامن في جواته الشخصيات والاسلحه، الباتل باس فقط الاشياء الكوزماتيك اللي هي سكنات، اقوال للعبه، بادجز. فلانه حاطينها بمكان لحاله وحاطين على اليمين واليسار انه في شخصيات جديده واسلحه جديده مو من ضمن الباتل باس. هذا الشيء جدا كويس لانه الباتل باس راح يكون بفلوس اكيد، ما راح يكون ببلاش لانه اللعبه ببلاش، فما راح يكون شيء كويس يحطوا شخصيات واسلحه تطلعها من الباتل باس. فالباتل باس اكيد راح يكون نفس فورتنايت بالضبط، اشياء كلها كوزماتيك، مو نفس كول اوف ديوتي اللي في اسلحه تطلع من ورا الباتل باس. فنصيحه مني لكم، إذا واحد منكم مجمع الفلوس الحمراء، العملة الحمراء الموجودة باللعبة، لا تصرفها على سكنات أو على شخصية ما تبيها. في شخصيتين حاليا، ميراج وكوستلك، اشتري واحدة منهم ولا تشتري الثانية إذا ما تبي تلعب بالثانية. جمع الفلوس لأنه أكيد الباتل باس فينك تشتري بطريقتين، يا بطريقة الفلوس اللي جوا اللعبة، العملة الصفراء اللي تشتريها عن طريق الفلوس الحقيقية، أو عن طريق العملة الحمراء اللي تطلعها ببلاش. وأظن راح يكون سعره 1000 من العملة الصفراء اللي هي 10 دولار، وبالنسبة للفلوس العملة الحمراء الموجودة جوا اللعبة اكيد راح يكون اغلى بكتير لانه هالعملة مثل تركم ما فيها فلوس حقيقية. فاظن راح يكون يمكن سعره 30000 ولا 25000 من العملة الحمراء. فنصيحة خزنوها ولا تصرفوها اذا ما ودكم تدفعوا فلوس حقيقية لتشتروا الباتل باس. فاي سيزون 1 راح ينزل هذا الشهر، وراح يكون في شخصية جديدة، اسلحة جديدة ولوت جديدة. اظن قصدهم باللوت الجديد انه قنابل جديدة، ممكن نوع ادرع جديد، شيء من هالكلام. وبالنسبة للشخصية الجديدة فحاب ابشركم انها تسرب، تسرب الشخصية الجديدة وخصائصه وشكله جدا جدا رهيب. فتنبيه اذا ما تبي تعرف وتشوفه حرق،
قدم الفيديو دقيقة لقدام، بس انه ما هو فيلم او قصة لا ينحرق عليك، فما اظن معظمكم راح يفرق انه يعرف التفاصيل الشخصية قبل ما تنزل. فشخصية اسمه اوكتين، الشخصية عندهم مثل ما نعرف بلعبة ايبكس ليجند كل شخصية عندها ثلاث خاصيات. الخاصية العادية اللي ما تفعلها مثلا شخصية ميراج لما يموت يسوي نسخة عن حاله قاعدة تموت، ولا شخصية ريث لما ناس يشوفوها الشخصية تتكلم انه في ناس قاعدين يشوفوني وفينك تنبه فريقك. فهي الشخصية البسيطة. فبالنسبة لشخصية اوكتين شخصيته البسيطة انه مجرد ما يمشي الهيلث عنده راح يتعبى لما ما تكون بقتال، يعني مثلا طلعت من قتال وما عندك اي شيء تهيل فيه فبس كمل لعب وامشي وراح تنتبه انه الهيلث عندك شوي شوي عم يتعبى. طيب والابيليتي الاول اللي تفعله كل 10 ثواني او كل 15 ثانية، اول شيء يخلي الشخصية اسرع ب 30%، يعني راح يكون شخصيتك اسرع بكثير. الهيلث عندك راح يكون اكثر ب 10%، فمو شيء مرة بس يعني الهيلث عندك راح يكون اعلى بشوي. والشخصية لمدة 10 ثواني ما راح تتأثر من دخان بانجلور، فدخان بانجلور فينك تشوف اللي وراه، أو الدخان السام تبع شخصية كوستيك، أو مثلا الباث فايندر إذا يبيرمي عليك الحبل اللي يسحبك ما راح يقدر يسحبك، أو مثلا شخصية بلاد هاوند أظن هي مو متأكد منها إنه لما يفعل خاصيته ما يقدر يشوفك وأنت مفعل الخاصية هاي، فإنه مضاد لكل الأبيليتي تبع الأعداء الثانيين. وبعدين السوبر تبعه هو عبارة عن لانش باد، كيف اللانش باد بلعبة فورتنايت نفس الشيء. فلو كنت مثلا تبي العاصفة راح تسكر عليكم وعندك الشخصية حط لانش باد وانت وسكوادك تنطوا وتروحوا للجهة الثانية، او لو كنت بنص فايت وقاعد هجم عليك سكواد كامل على طول حط اللانش باد واهرب. فكيف البالونات الموجودة حولين اللعبة اظن نفس الشيء، بس انه جدا سهل تحطها وبشكل جدا سريع بشكل انه تخليك تطلع من مواقف وتهرب. فاي شخصية سريع، شخصية يعبي هيلث لحاله، شخصية ما يتأثر من ابيليتي الاعداء، وغير هيك عنده لانش باد لا يتحرك اسرع ولا يهرب من مواقف صعبة. فاشوفه جدا رهيب، والناس اللي يحبوا اللعب السريع راح يحبوا الشخصية. تذكروا انه هذا تسريب، ففي احتمالية بسيطة انه ما يكون صحيح، مع انه على موقع ردت التسريب طالع من شخص نوعا ما موثوق بالاشياء اللي يسربها عن الالعاب بشكل عام، بس بتضل في احتمالية انه يكون مفبرك، بس اشوفه مقنع الصراحة. طيب من الاشياء القادمة بس اللي ما لها تاريخ حاليا، بس طلعت من الليد بروديوسر يعني احد الناس بالستوديو ريسبون نفسه، قال انه اللعبة راح يكون فيها كروس بلاتفورم، اللي هي انه البلاي ستيشن يلعب مع البي سي، البي سي يلعب مع الاكس بوكس وكذا، يعني نفس فورتنايت بالضبط. حكوا انه قاعدين يشتغلوا على هالشيء وجاي قريبا، بس ما في تاريخ معين. ولعبة ايبكس ليجند جدا سهل يسووا هالشيء فيها، لانه اللعبة ما هي اكسلوسيف مع اي منصة، يعني مثلا خلنا نقول ببجي، ببجي نوعا ما اكسلوسيف مع الاكس بوكس، نزلت اللعبة قبل بسنة على الاكس بوكس ما تنزل على البلاي ستيشن. البلاك اوت كول اوف ديوتي حصرية مع البلاي ستيشن، اي تحديث ينزل على البلاي ستيشن قبل باسبوع على اي منصة ثانية، بينما ايبكس نفس فورتنايت ما هي حصرية على اي منصة، فجدا سهل يعملوا فيها الكروس بلاتفورم، ان البلاي ستيشن يلعب مع البي سي والبي سي يلعب مع الاكس بوكس وغيرها. وغير هيك من المدير التنفيذي للاستوديو ريسبون حكى انه اللعبة ما راح تكون فقط عبارة عن ماب واحد، راح يكون في مابات اكثر جاي بالمستقبل، وهالشيء واضح لما تدخل على اللعبة راح تلاقي انه في اسم للماب، الاسم اللي هو كينجز كونيان او هيك شيء على ما اظن. العاب الباتل رويال الثانية ما تلاقي في اسم للماب، فورتنايت ما في اسم للماب فتعرف انه ما في الا هالماب، ولا الباتل رويال ببلاك اوبس اظن ما في اسم للماب الباتل رويال ببلاك اوبس البلاك اوت ماني متاكد، بينما اللعبه نفس ببجي تلاقي في اسماء للماب وعنا اكثر من ماب ببجي. نفس الشيء راح يصير بايباكس ليجند، راح يكون في مابات اكثر، وهذا الماب الاول واسمه كينجز كانيون، واظن مع كل سيزن راح يحطوا ماب. السيزن الاول حاليا خلاص هذا الماب تبع السيزن الاول، على السيزن الثاني بشهر 6 راح يضيفوا ماب ثاني، لانه المابات ما هو شيء سهل ابدا شغل عليها، مو نفس الأسلحة أو الشخصية أو كذا، لا الماب وبالذات الباتل رويال المابات ضخمة فتاخد وقت. فيا شباب هاي الأشياء القادمة لعبة ايبكس ليجند، أتمنى تكون عجبتكم، أتمنى تشاركونا بالكومنت شو الأشياء اللي حمستكم أكثر شيء. أنا صراحة أكثر شيء متحمس له سيزون الأول، بداية الباتل باس الأول والشخصية الجديدة. فأتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، اشتركوا بالجيف اواي واشتركوا بالقناة، وبس كان معكم مشتركي إياه وشركة كيشكم فيديوهات تانية إن شاء الله، مع السلامة.